لو الحكاية فيها إن فيتو حضرتك موجود هنا ليه عند القضاء؟ النهارده الحقيقة تقدمنا ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، حمل رقم 8997 2014 بلاغات النائب العام ضد ياسر برهامي، حيث تخطى كل الخطوط الحمراء، إهانة الديانة المسيحية، وصف المسيح بالكفار، وأن عيد القيامة هو أكفر أعياد النصارى حسب ما قال، وأيضا حرض على اغتصاب النساء بفتواه العرجاء التي بعيدة كل البعد عن الدين، الذي يبيح للجاني أو البناء اغتصاب النساء دون أن يتم الدفاع عن زوجتنا وعن أخواتنا. أيضا قال في فتوى أخرى أن الأقباط ليس لهم الحق في تقلد الوظائف العليا ولا المناصب العليا في البلاد، وأيضا صدر فتوى بعدم جواز تهنئة المسلمين أخواتنا لأخواتهم الأقباط، رغم أن الكاتدرائية كانت تعج بالمسلمين أكثر من المسيحيين في عيد القيامة الماضي. الحقيقة أنا شايف أن برهامي ارتكب جرائم، هذه الجرائم هي جرائم ازدراء الأديان، جرائم تكدير السلم العام، جرائم إحداث فتن طائفية، كلها معاقب عليها بالقانون. معالي المستشار النائب العام الحقيقة حال فورا البلاغ لو تقدمنا به مسيحيين ومسلمين ورموز قبطية وإسلامية وحقوقية الحقيقة إلى المستشار الكرام العزيز النائب المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة اللي بدأ التحقيق بعد غد إن شاء الله مع ياسر برهامي. لابد أن يعاقب ياسر برهامي، ياسر برهامي ليس فوق القانون. إذا كنا عاقبنا سما المصري على إنها خالفة المصنفات الفنية، فمن يزدري دين ومن يحقر أتباع دين ومن يوقع الوقيعة والفتنة بين أبناء الوطن الواحد عليه أن يكون العقاب ويكون رادعا، لأنه نحن برهامي يمثل خطرا لا يقل شأنا عن الإرهاب الأسود الذي كلنا مجتمعين مصريين مرتفين حول مواجهة الإرهاب الأسود. سقط الشهداء من مصر، سقط الشهداء أبرياء من الشرطة ومن رجال الجيش ومن المدنيين، كفانا، نحن تمزقنا من الداخل، جاي كمان برهامي يمزقنا ويحدث وقيع بيننا، لا يمكن أن نقبل هذا، ولا بد أن يحاكم ونراه في القفص بإذن الله.